السلام عليكم يا دكاترة، أنا دكتورة هدوى علي. دي تالت محاضرة لينا هيستولوجي في البلاد اند immunology مديول. خلصنا ال first type of white blood cells which are the granular leukocytes. المحاضرة دي هتكون عن non-granular leukocytes. هنبدأ بالتقسيمة بتاعتنا الشهيرة. قلنا ان الليكوسايت بتتقسم according to the presence of specific granules اللي هي قد تكون neutrophilic granules او basophilic granules او eosinophilic granules into two types. لو انا عندي specific granules بقول على دي granular leukocyte، لو مفيش specific granule فبقول عليها agranular leukocytes. According to the type of the granules ممكن اقول ان في neutrophils, eosinophils and basophils. النون جرانيولار ليكوسايتس اللي هو موضوعنا النهارده هم نوعين، ليمفوسايتس اند مونوسايتس. قد ايه نسبه الليمفوسايت من التوتال ليكوسيتك كاونت؟ 20 ل 25%، والمونوسايت نسبتهم 3 to 8% او 3 ل 8%. Again, the blood film showing the two types of the non-granular leukocytes. زي ما احنا شايفين كده السيتوبلازم بتاعتهم ما فيهوش اي specific granules، لا neutrophilic granules ولا eosinophilic ولا basophilic granules. في منهم two types, lymphocytes and monocytes. هنبدأ بالlymphocytes. As regard the origin of the lymphocyte. The origin of lymphocyte زي أي white blood cell أو أي red أو أي blood cell، زي ما اتفقنا the origin from a stem cell in the bone marrow. وهناخد إن شاء الله في المحاضرات الجاية إيه المقصود بالstem cells دي وأسميهم إيه for each type of blood cells. طب ال percentage of the lymphocytes قد إيه؟ 20 ل 25% from the total leukocytic count. طيب as regard الشكل بتاع الخلايا عامل ازاي والسايز بتاعها، شكل السيل زي ما احنا شايفين كده rounded، والنيوكليس بتاعتها بتبقى برضو rounded nucleus filling most of the cytoplasm، وبتبقى يدوب السيتوبلازم عامل thin rim around the nucleus، يعني just كده طبقة رقيقة جدا حوالين النيوكليس، فالنيوكليس filling most of the cytoplasm. طيب السايز بتاعها اخباره ايه؟ السايز اوف ذا ليمفوسايت بيبقى من 6 ل 8 مايكرون. واكوردنج للسايز بقى الحقيقه بتتقسم انتو تو تايبس، سمول ليمفوسايت اللي هي السايز بتاعها 6 ل 8 مايكرون مور اور ليس قد السايز اوف ذا ريد بلاد سيلز. النوع الثاني اللي هم الميديم سايز ليمفوسايت، ودي بتبقى اكبر حجما من 12 الى 16 مايكرون ان دايمتر. طيب شكل الليمفوسايت باي الكترون مايكروسكوب زي ما احنا شايفينها كده، السيل دي بتبقى راوندد، هاز فيو اورجانيلز موجودين فيها اللي هي فيو ميتوكوندريا اند سمول جولجي اباريتس، تقريبا هم يعني مش باينين قوي هنا في الصوره، والنيوكليس لارج نيوكليس راوندد فيلينج موست اوف ذا سايتوبلازم، فيها اباندنت هيتيروكروماتين. ده as regard size by electron microscope. طب نوع الجرانيولز الموجوده فيها ايه؟ طبعا ما عندناش غير لايزوزوم الجرانيولز اللي هي ازوروفيليك جرانيولز. طيب احنا قلنا ان الليمفوسايت according to size بتتقسم الى small and medium size lymphocyte. السمول ليمفوسايت اللي هي السايز بتاعها from 6 to 8 micron تقريبا قد او اكبر شويه من الريد بلاد سيلز. السمول ليمفوسايت دي according to function and according to the development قسموهم ل 3 types. B lymphocyte أو بيطلق عليها B cells، T lymphocyte أو T cells and null lymphocytes. هنبدأ بالB lymphocytes. والله الB lymphocyte دي ليه سموها B lymphocyte؟ لأنها حصل لها development وماتيوريشن جوه البون مارو، اتكونت وحصل لها ماتيوريشن وبقت بقت well developed inside the bone marrow، عشان كده بنقول عليها B lymphocyte. ودي نسبتها 15% من التوتال ليمفوسايت او ليمفوسيتك كاونت. طب التي ليمفوسايت؟ لا التي ليمفوسايت دي بقى حصل لها ديفلوبمنت انسايد ذا ثايموس. ايه هي الثايموس؟ اللي هي الغده الثايموسيه. دي ان شاء الله هناخدها لما نيجي ناخد الاميون سيستم او الليمفاتيك سيستم. دي غده صغيره بتبقى موجوده ان فرونت اوف ذا ستيرنم، بتتكون فيها وبيحصل فيها ماتيوريشن للتي ليمفوسايتس، عشان كده سموها على اسمها تي اختصار ل او لانها developed inside the thymus. النوع الثالث بقى اسمه null cells. النال سيلز دي في الحقيقه بتختلف عن البي والتي بان السيرفيس بتاعها ما عليهوش اي سيرفيس ماركرز whether belonging to بي اور تي ليمفوسايت.
زي ما هنشوف كده في الصورة دي. ادي شكل الريسبتورز الموجوده على التو تايبس اوف ذا بي اند تي لينفوسايت. احنا شفنا في الصوره اللي قبل كده قلنا ان هم كلهم سمول سايز، مش هقدر افرقهم ان هم نفس الشيب، ولكن اقدر افرقهم بالسيرفيس ماركرز اللي عليهم. الصوره دي كده مبينه لي وان اوف ذا بي سيل اهي، او البي لينفوسايت، شكل السيرفيس ماركرز او الريسبتورز اللي عليها بالشكل ده. لكن لو جينا على تي لينفوسايت زي ما الصوره دي، لا ده شكل الريسبتورز اللي عليها، ده شكل التي سيل ريسبتورز. وبالتالي بنقول ان انا بفرق البي عن التي لينفوسايت بالسيرفيس ماركرز. لو انا بتكلم على بي لينفوسايت ذيس از ذا سيرفيس ماركرز او ريسبتورز اللي عليها، لكن لو بتكلم على التي لينفوسايت هتبقى الماركرز مختلفه. طب نميزهم بانه ستين او بانه تكنيك؟ بالاميونو هيستوكيميكال تكنيك. بالاميون هيستوكيميكال تكنيك اقدر اعرف اذا كانت تي لينفوسايت ولا بي لينفوسايت. النوع الثالث بقى اللي بنقول عليهم نال سيلز which have no surface markers for T or B، يعني ليس عليهم اي ريسبتورز لا خاصه بالبي ولا خاصه بالتي، فبنقول عليهم نال سيلز. طيب لو جينا نتكلم على الفانكشن، احنا قلنا ان هم اكوردنج للديفلوبمنت البي لينفوسايت مختلفه عن التي، واكوردنج كمان للفانكشن. البي لينفوسايت مسؤوله عن نوع من الاميون ريسبونس اسمه الهيمورال اميون ريسبونس. كلمه هيمورال لانه هي بتكون ايه؟ ادي البي لينفوسايت لما حصل لها اكتيفيشن طلعت لنا مجموعه من الانتي بوديز. ديس انتي بوديز ويل كوت الانتيجين او البكتيريا او الحاجه الجسم الغريب اللي دخل، وبالتالي الفانكشن بتاعتها بتبقى عن طريق سكريشن اوف مجموعه من البروتينز اسمهم immunoglobulins او انتي بوديز which are present in the bloodstream او even in the حتى lymph. فبنقول عليها هذا الريسبونس هيمورال لانه الانتي بوديز بتمشي في سوائل الجسم، عشان كده بنقول على هذا النوع من الريسبونس هيمورال immune response. مين اللي بيعمل الوظيفه دي او الاميون ريسبونس ده؟ This is the function of B lymphocyte. امال التي لينفوسايت مسؤول عن ايه؟ سيل ميدييتد اميون ريسبونس. ده السيل ميدييتد اميون ريسبونس بيبقى ايه؟ بيبقى سيل تو سيل فايت. احنا شايفين كده هنا في الصوره في تو سيلز، اللي باللون الاحمر ذيس از ذا تي سيل، واللي باللون الازرق ذيس از ذا فورين سيل او ممكن تيومر سيل مثلا، خليه سرطانيه او فايرالي انفكتد سيل، خليه جواها فيروس. مين اللي بيعمل بقى اتاكينج للخليه دي ويعمل لها ديستراكشن؟ هي تي لينفوسايت. وبالتالي الحرب هنا عن طريق سيل تو سيل فايت، الخليه دي اللي هي تي لينفوسايت اللي باللون الاحمر تبدا تهاجم الخلايا اللي احنا قلنا عليها الغريبه، تبدا تعمل لها ديستراكشن ودامج. فالريسبونس ده بنقول عليه سيل ميدييتد اميون ريسبونس اند ذيس از ذا فانكشن اوف تي لينفوسايت. Again, what is the function of the B lymphocyte? B lymphocyte responsible for humoral immune response. إزاي بيحصل B cell activation أو إزاي بيحصل humoral immune response? This is the antigen. For example, ممكن تكون bacteria أو invading bacteria. When the small lymphocyte exposed to this invading bacteria, هيبدأ يحصل لها activation. تبدأ تبقى stimulated ويحصل لها activation وتتحول إلى activated lymphocyte. Activated B lymphocyte بتبقى خلية أكبر حجما من the small lymphocyte وكمية السيتوبلازم فيها تبقى أكتر. This activated B cell will proliferate، تنقسم and divide and giving numerous plasma cells. خلايا البلازما سيلز دي هي اللي بتبدأ تصنع لي الانتيبوديز، and these antibodies will pass through the bloodstream or through the lymph. عشان كده بنقول على الريسبونس ده انه هيمورال immune response. في نفس الوقت كمان الاكتيفيتد بي سيل دي هتديفايد وتدي نوع تاني من الخلايا اسمهم ميموري سيلز. الميموري سيلز دي خلاص بقت عندها ميموري لهذا الانتيجين اللي دخل، وبالتالي on re-exposure to the same antigen أو to the same bacteria the immune response will be exaggerated أو will be rapid and occurs rapidly and more strong. الكلام ده ممكن تاخدوه أكتر بالتفصيل في محاضرات الميكروبيولوجي. طيب التي لينفوسايت قلنا الفانكشن بتاعتها سيل ميدييتد اميون ريسبونس. ازاي بيتم السيل ميدييتد اميون ريسبونس؟ في الحقيقه التي لينفوسايت دولت انواع، في منهم نوع اسمه تي هيلبر، والتي هيلبر دي خلايا مهمه جدا لينا في الاميون سيستم. التي هيلبر وانس اكتيفيتد باكسبوجر تو ذا انتيجين هتبدا تطلع مجموعه من السيتوكاينز اللي هي النقط اللي لونها بنفسجي دي. السيتوكاينز دي عباره عن كيميكال سبستنسز او كيميكال ماسنجر. سايتو يعني خلايا وكاينز يعني رسائل ما بين الخلايا. These cytokines will
lead to activation of what؟ هتعمل activation لل B lymphocyte and activation of the other types of lymphocytes which is the cytotoxic T lymphocyte. فالخلايا الهيلبر دي very important cell، مهمة جدا في الجهاز المناعي عن طريق مجموعة من السيتوكاينز اللي بتطلع منها، تقدر تعمل activation للبي لينفوسايت عشان تبقى تتعرف على الانتيجين وتحصل لها اكتيفيشن وتتحول لبلازما سيل زي ما قلنا قبل كده، وكمان تعمل اكتيفيشن للسيتوتوكسيك تي سيلز. السيتوتوكسيك تي سيلز اللي احنا شايفينها شكلها عامل ازاي، اللي هي باللون الاخضر دي الخلايا اللي هي بتعمل سيل تو سيل فايت، هتهاجم الخليه اللي هي فايرالي انفكتد او تيومر سيل وتبدا تعمل لها ديستراكشن اند دامج. فذيس ار ذا تو تايبس اوف ذا تي سيلز. في أنواع تانية موجودة في الكتاب تعرفوها أكتر إن شاء الله مع المحاضرات الميكروبيولوجي، زي التي سبريسور اللي هي بتعمل سبريشن أو ديكريز الإكستنت أوف ذا. The last type of small lymphocyte قلنا إن هي null lymphocytes أو الاسم التاني ليها natural killer cells. These cells have no markers لا للبي ولا للتي surface markers. وبتشتغل ازاي الخلايا دي؟ زي ما احنا شايفينها هي الخلايا اللي هي باللون الاحمر بتعمل اتاكينج للفيرالي انفكتد سيل او التيومر سيل، وبتشتغل بطريقه اندبندنت عن التي لينفوسايتس، يعني do not need the help of T lymphocytes. ده جدول comparison between the B and T lymphocyte as regard the percentage, origin, site of maturation, surface markers, lifespan and function. يا ريت تكملوه وان شاء الله لما اشوفكم في الراب اب سيشن نناقشه مع بعض. تاني نوع من النون جرانيولر وايت بلاد سيلز هي المونوسايتس. طيب المونوسايتس الاوريجين بتاعها as usual from a stem cell in the bone marrow. طب بالنسبه للنمبر بتاعها 5% of the total leukocytic count. As regard its size، السايز بتاعها في الحقيقه بيبقى كبير. It is the largest blood cell أو the largest white blood cell، بيصل السايز بتاعها up to 20 micron. شكل السيل by light microscope large زي ما اتفقنا و rounded. اللي مميز فيها شكل النيوكليس بتاعتها بتبقى kidney shaped، عاملة زي شكل الكدني indented at one side. السيتوبلازم طبعا بيبقى faint basophilic cytoplasm، فيها بعض الجرانيولز اللي هي الأزوروفيليك جرانيولز. باي الكترون مايكروسكوب مونوسايت بيبقى شكلها عامل ازاي او الانترنال ستراكشر بتاعها بيبقى فيه ايه؟ الارو ده مشاور على رف او ويل ديفلوبد جولجي اباريتس. طيب ايه تاني موجود فيها؟ موجود فيها فاجوزومز، ماني فاجوزومز اللي هي باللون الازرق او باللون سوري اللي هي الكترون دنس، اند بينوسيتيك فيزيكلز. لو انتم مش فاكرين ايه الفرق بين الفاجوزومز والبينوسيتيك فيزيكلز يا ريت نرجع لجزء السيتولوجي. طيب عندنا كمان في جوه السيتوبلازم اوف ذا مونوسايت نيوميروس لايزوزومز او ماني لايزوزومز. السيرفيس بتاعها بيبقى ريجولار سيرفيس، ادي شكل الريجولاريتيز الموجوده في السيرفيس اوف ذا مونوسايت. طيب ايه الفانكشن اوف ذا مونوسايت؟ السيركوليتنج مونوسايت ان ذا بلاد ستريم ممكن تقدر تعمل فاجوسايتوزس اوف بكتيريا او فاجوسايتوزس للانتيجين او ايفن حتى انتيجين انتي بودي كومبلكس. والكلام ده خدناه لما خدنا الاي ام بتاعها، شفنا انها عندها ميني لايزوزومز وعندها نيوميرس بينوسيتيك فيزيكال اند فاجوزومز. طيب ده انسايد ذا بلاد ستريم. الاساس بقى بتاعتنا انها تدخل الكونكتيف تيشو، دي ليف ذا بلاد ستريم enter the connective tissue and within the connective tissue it will be transformed into tissue macrophages. وهناخد ان شاء الله في دراستنا الهيستولوجي ان كل نسيج او كل organ في جسمنا في macrophages موجوده فيه، بيبقى ليها certain names. يعني مثلا في الماكروفاج الموجوده في الليفر اسمها مثلا von Kupffer cells. اللنج في برضه في الconnective tissue بتاعه في tissue macrophages او lung macrophages. يبقى هي بتدخل جوه الكونكتيف تيشو وتتحول الى الماكروفاج اللي هتقوم بإميون فانكشن. طيب في بس نقطه مهمه عايزين نرجع نعمل استرس عليها تاني، ماذا نعني بديفرنشال ليكوسيتيك كاونت؟ It means the percentage of each type of white blood cells in relation to the total number of the white blood cells.
في كلمة نيتروفيليا إمتى وكلمة إيزينوفيليا إمتى. نيتروفيليا معناها أن النسبة أو البرسنتج أوف نيتروفيلز إنكريزد في التوتال كاونت. طب إيزينوفيليا معناها إيه؟ في إنكريز في البرسنتج أوف إيزينوفيلز. إمتى تحصل نيتروفيليا؟ عادة بتحصل لما يكون في بكتيريال إنفكشن. إمتى تحصل إيزينوفيليا؟ تحصل مثلا لما يكون في allergic reaction أو parasitic infestation زي ما قلنا قبل كده. نحاول نجاوب الأسئلة دي مع بعض. طبعا دي الريفرنسز بتاعتنا if you want to refer to them and thank you.